هذا الثوب يفتح الحاضر أبوابه إلى الماضي، ومع كل غرزة فيه يجد الإرث موطئ قدم له في حضرة الحداثة. ثوب يختصر أحلام السيدة عبلة بأن يكون تاريخ الثوب القديم سفيرها في عالم الأزياء. تحملت السيدة عبلة عازر مسؤولية الحفاظ على هوية الثوب القديم من جهة، ونقل كل تفاصيله إلى أثواب تناسب سيدات هذا الجيل من جهة أخرى. فالخط العربي وأجمل الأشعار كانت حاضرة في أثوابها العصرية، وكأنها بهذا تعيد نبض الحياة لإرث الآباء والأجداد. حولنا كل جهدنا إنه التراث هذا نخليه يتواكب مع العصر الحديث، إنه الست البنت بالأحرى اللي بتشتغل في أي موقع شغل تقدر تلبسها التراث، مش بس حفلات وأعراس وهذا. وهذا كتير معظم بنات اليوم هلأ بلبسوه وبيفتخروا فيه. وإلى عشق فاق حدود الخيال وتعدى سنوات عمرها 80، تجسد السيدة وداد قعوار تاريخ الثوب القديم بكل تفاصيله. أكثر من 5000 ثوب تراثي عربي تحتفظ بهم، أهمها أو ربما أكثرها قربا لها تلك التي تعود لجذورها الفلسطينية وأرضها الأردنية. كل قطعة بشتريها لازم يكون عندي توثيق إلها، وإنه بدون أي توثيق ما إلها قيمة. يعني بجوز في المستقبل يجي أولادي يشوفوها ما يعرفوا إشي عنها، ما استفدنا. فإذا اللي أخذ وقت كتير مش بس الجمع، توثيق الأغراض. ولأن الأنثى هي الوطن، فليس هناك أجمل من المرأة وهي تعانق الماضي عبر قطع من المجوهرات أخذت من التراث عنوانا لها. دمج لم يكن وليد الصدفة، فمصممة المجوهرات لما حوراني وشقيقتها ريم توحدتا مع الزمن وقدمتا التراث على أطباق من ذهب وفضة. عملنا مجموعة خاصة بتعكس حبنا للتطريز وقد ايه مهم عنا بالوطن العربي. احنا بنستوحي من الهندسة المعمارية العربية، فمنحب دائما الزخارف معينة اللي هي زخارف إسلامية تكون موجودة. مجوهرات تحمل من الماضي حكاية بطلها التراث في زمن تبحث فيه الأنثى العربية عما يميزها. سهى جميل، العربية، عمان.